خلونا نتكلم عن المشاريع وعن الشغل. ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهارده شهد بدايه الشغل الحقيقي في الحديقه المركزيه اللي بيطلق عليها النهر الاخضر، دي طبعا موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، شغال فيها 7 شركات مقاولات. رئيس الحكومه وصف واتكلم عن الحديقه دي وقال انها هتجسد حضاره وتقدم مصر، وهتكون حلقه الوصل ما بين سلسله من الاحياء العمرانيه الذكيه اللي فيها امكانيات كبيره، ازاي هتواكب العصر، ازاي ان الحديقه دي هتكون واحده من الحدائق المميزه على مستوى الشرق الاوسط والعالم كله. وقال ان الحكومه ملتزمه بهذا المشروع، ملتزمه انها تنفذ في 18 شهر، ومش هتنفذ لوحدها، لكن القطاع الخاص مشترك معاها في جميع مراحل التطوير والتنفيذ، وده بطبيعه الحال هيوفر عدد كبير من فرص الاستثمار الداخلي والخارجي. برضو نتكلم على تفاصيل هذه الحديقه، الحديقه هيوصل طولها لاكثر من 10 كيلو، مساحتها 1000 فدان. ده معناه انها من اكبر الحدائق حوالين العالم باذن الله. اما بخصوص بقى النهر الاخضر في العاصمه الاداريه الجديده، ده هيكون اكبر مدينه مركزيه حديثه على مستوى العالم، وهتكون مفتوحه ومتاحه لكل المواطنين. فيها عدد كبير من الانشطه والخدمات الترفيهيه وشغل، الحمد لله ان شاء الله يعني نشوفه قريب، بنتكلم على 18 شهر. وطبعا احنا بنتابع مع حضراتكم جزء من الجوله التفقديه لرئيس الوزراء وشرح من المسؤولين عن هذه الحديقه وطبيعتها وايه اهم الاعمال اللي هتكون موجوده فيها. كمان رئيس الوزراء النهارده وهو موجود في العاصمه الاداريه الجديده تفقد اعمال تنفيذ الابراج في مشروع حي الاعمال، وقال رئيس الوزراء ان حجم العمل في منطقه الابراج في العاصمه الاداريه حجم غير مسبوق في تاريخ مصر، والناس بتشتغل هناك على مدار 8 أيام يعني أو 7 أيام متواصلة بدون انقطاع، وطول الأبراج هيوصل لأكثر من 390 متر بالإضافة لمجموعة أبراج تانية يعني أقل في الطول شوية. منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة هيكون فيها كمان أطول أبراج في مصر وأطول برج في إفريقيا، هيوصل طوله ل 390 متر، ده إن شاء الله هيكون على مارس الجاي يعني كلها شهرين. الحي السكني الجديد بقى في العاصمة الإدارية هو نموذج متطور لحي جاردن سيتي في القاهرة، يعني هيكون فيه الشكل الجمالي، الشكل التراثي اللي هي الروقان، يعني حاجة تكون رايقة كده ولطيفة، إحياء التراث بنفس الطراز. ومخطط الانتهاء من حي جاردن سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة هيكون في 30 يونيو 2020. معانا تقرير عن جولة رئيس الوزراء النهاردة ونتابع فيها إيه اللي حصل، ونرجع لحضراتكم مرة تانية ونشوف المشكلة اللي اتكلم عنها خالد. باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار قام رئيس الوزراء بإطلاق إشارة بدء العمل لمشروع النهر الأخضر من العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي. كان في تفقد لثلاث مشروعات كبار النهارده بيتم تنفيذهم في العاصمه الاداريه. طبعا يعني حضراتكم شاهدتوا معانا اطلاق مشروع النهر الاخضر او المحور المركزي للعاصمه الاداريه الجديده، وايضا انتقلنا لتفقد منطقه الاعمال المركزيه اللي هي هتبقى فيها اكبر او اطول ابراج على مستوى مصر كلها، وهيبقى فيها اطول برج في قاره افريقيا. يتضمن المشروع انشاء حدائق مختلفه ويشمل كافة الأنشطة الترفيهية للمواطنين لتكون علامة مميزة في العاصمة الجديدة، ليصبح بذلك أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم. المشروع ده مشروع عملاق في العاصمة الإدارية، هو يمثل الرئة والشريان الرئيسي للمنطقة بما فيها من المنطقة الثقافية، المنطقة التراثية اللي هي هتكون بتخدم الأحياء السكنية بأكمل. تفقد الأعمال والمشاريع التي تم إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة كان أبرز ما قام به رئيس الوزراء أثناء زيارته، حيث حرص على متابعة ما تم إنجازه بالمنطقة السكنية، وأيضا إنشاء قاعدة أكبر برج يتم بناؤه ليكون من أهم معالم مصر الحديثة. أيمن عماد، الحاليون.